نحن الآن أمام المبنى المتصدع في مدينة أرمناز غرب إدلب، حيث تم اتخاذ القرار النهائي بإزالته من قبل اللجان المختصة. لمزيد من التفاصيل نلتقي المهندس يوسف حج يوسف، المهندس الإنشائي في وزارة الإدارة المحلية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ بتحكي لنا شوي حول البناء. البناء تم بناؤه من عدة سنوات، مرخص بنقابة المهندسين، بس التنفيذ كان بدون إشراف وبدون أي مراقبة، لذلك كان في بعض الإشكالات. أولا مبني على أرض زراعية، برأي المتعهد أنه عامل جبل اصطناعي لا يزيد عن متر، وتم البناء عليه لذلك كان ضعيف. إضافة للعناصر الإنشائية تم تنفيذها بدون مراقبة، فصار في خلل أو ضعف بالبناء نتيجة زلزال 6 شباط أثر بشكل كبير على البناء. تم تدعيم قسم بشكل غير نظامي وغير مدروس إنشائيا، لذلك لم يؤدي الغرض من التدعيم. ونتيجة الزلازل المتلاحقة صار يزيد الإشكالات فيه، والتصدع زاد بشكل واضح حتى وصل لفترة من حوالي 3 أسابيع صار في تصدعات واضحة بشكل خطر جدا جدا. جينا على البناء، درسنا العناصر الإنشائية والتربة، وجبنا أجهزة مساحية مشان نراقب الميول والهبوطات. الهبوطات كانت واصلة لأكثر من 30 سنتي، الميول وصلت لخمسة وستين سنتي باتجاه الشمال وحوالي 40 سنتي باتجاه الشرق. طيب أستاذ شو اللي عم بيصير حاليا؟ حاليا اللي عم بيصير انه عمال لغم البناء، لان شفنا من الانسب والامن بشكل عام انه يزيلوا بالتفجير، باعتبار اليد العامله اذا بدها تطلع عليه بشكل خطر عليا. تجنبا لاي خطر طلبنا انه ينزال بطريقه التفجير. مشكور كثير. اهلا وسهلا ومرحبا. إذا مشاهدينا كما تابعنا، تم اتخاذ القرار المناسب بإزالة البناء المتصدع في مدينة أرمناز بعد الدراسات الإنشائية. عصام المنصور، حلب اليوم، مدينة أرمناز.